السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. النهاردة كان في مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا. بصراحة ما فهمتش حاجة، فهمتش شوقي غريب بيلعب إزاي، طريقة لعبه إزاي، توظيفه للاعبين حاجة غريبة يعني. على الرغم النهاردة أداء كان سيء جدا جدا أمام جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا تسيدت طول المباراة، والمباراة عندك في استاد القاهرة يعني، المباراة في مصر هنا. جنوب أفريقيا تسيدت اللقاء وسيطرت واستحوذت ولعبت وجمل وفنيات ولياقة ومهارة، كل حاجة في جنوب أفريقيا. وأنت عندك المنتخب المصري الأولمبي ما يقلش في الإمكانيات عن جنوب أفريقيا في المهارات الفردية أو النواحي الفردية لكل لعيبه، لكن النهارده بتشوف توظيف زي ما بقول لحضرتك واحد زي عمار حمدي ده. عمار حمدي بيلعب باك يمين، عمليه ناقص تاليف. عمار حمدي يلعب باك يمين، صلاح محسن يلعب جناح يمين. طب واللعيبه ده اللعيبه ديت هي معظمها او فيها عناصر كبيره، نسبه كبيره منهم اربع خمس لعيبه من العناصر الاساسيه لمنتخب مصر الاساسي الاول يعني. رمضان، اذا كان مصطفى محمد، اذا كان صلاح محسن، في لعيبه، مجموعه من اللعيبه ممكن هم دول قوام المنتخب الاول يعني. فتوظيف شوقي غريب انا مش فاهمه يعني. هل ده هيبقى الشكل النهائي او الخطه او الطريقه اللي هيلعب بيها، ولا هو لان المباراه مثلا مذاعه فبلعب لعيبه مش في مكانها كنوع من انواع الخداع؟ مش هنحكم على شوقي غريب دلوقتي لان كل دي مباريات تجريبيه ومباريات وديه، لكن زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه لو هي دي طريقه لعبه. لكن لو كانت خطة أو تكتيك بيراوغ بيه المنافسين اللي بيتفرجوا على المباراة فلكل حادث حديث يعني. هنشوف في البطولة نفسها إيه اللي هيتم وإيه اللي هيحصل يعني. فريق جنوب أفريقيا النهاردة كان في لاعب النادي الأهلي السابق اللي كان بيلعب صن داونز واللي كان في النادي الأهلي اللي هو مهالمبي أو بناهيني مهالمبي، ده عمل مباراة رائعة بصراحة، لاعب إمكانياته الفنية عالية ومهاري. والنهاردة رمضان صبحي خرج أدى أداء جيد وخرج بسبب شد، نتمنى إنه ما يأثرش عليه او ما يطولش معاه ويبقى موجود في مباراه النادي الاهلي والزمالك، لان رمضان صبحي عنصر هام من عناصر فريق النادي الاهلي ان شاء الله، وفايلر بيعتمد عليه اعتماد كبير. ده بالنسبه للمباراه. اهداف المباراه ضرب الجزاء يعني، لو النادي الحكم حسيت ان هو جاملنا فيها شويه حقا، وجنوب افريقيا جاله ضرب الجزاء واحنا كنا محظوظين. الواد لعبها ايه طلقه في القائم يعني، كان النبتاه لو كانت داخله في الجون شكلها مش هيبقى احسن من لو جت في القائم يعني، جت في القائم شكلها ادت شكل احسن لو كانت جت من الجون يعني. لكن فريق جنوب افريقيا فريق قوي، وعندك المنتخبات كلها المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد طوكيو كلهم لعيبه على مستوى عالي. زي ما بيقول شوقي غريب في ست لعيبه النهارده كانوا بيلعبوا مع منتخب نيجيريا امام البرازيل الفريق الاول، ست لعيبه من المنتخب الاولمبي لنيجيريا كانوا بيلعبوا مع منتخب نيجيريا الاول النهارده في مباراته امام البرازيل. فنتمنى يعني ربنا يوفقهم، بندعي لهم، لكن الامنيات حاجه والواقع حاجه تانية. بالنسبه للمديرين الفنيين، معاك مدير فني ممكن يصنع من الفسيخ شربات، ومعاك مدير فني ممكن يصنع من الشربات فسيخ. ده بالنسبه لمنتخب مصر الاولمبي ومباراه جنوب افريقيا. بالنسبه لشاكو مرتضى منصور واسامه السويسي، احد الناس اللي تم شكوتهم متزايل القائمه في شاكو مرتضى منصور بصفته كاتب في مجله النادي الاهلي، علق اسامه السويسي على موضوع مرتضى منصور وشكوى مرتضى منصور. قال لك ايه؟ عندما اشاهد تعليقات اتباع سليط اللسان ومؤيديه تزداد قناعاتي بالمثل البلدي القائل البيض الممشش يتدحرج على بعضه، الترجمه البيض الفاسد يتجمع في سله واحده. وقال اسامه السويسي شرف عظيم ان اكون ضمن قائمه يتصدرها اسطورتنا الخلوق محمود الخطيب، واعلى ما في خيالك اركبه يا حنفي. ده رده على الشكوى بتاعت مرتضى منصور، قال لك شرف عظيم طبعا ان تشملني هذه القائمه التي يتصدرها الاسطوره الخلوق محمود الخطيب، وستبقى دائما او سنبقى دائما على العهد نقول الحق ولا نخاف فيه سوى المولى عز وجل. هي الشكوى بتاعت مرتضى منصور اساسا زي ما قلت لحضراتكم هي شكوى كوميديه يعني ما توصلش او لا ترقى لان تكون شكوى حقيقيه يعني، لانها بتفكرني بفيلم بتاع الكيف لما يحيى الفخراني راح يعزي وقعد يضحك في العزا يعني، فالناس بيقولوا انت جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ وقال لهم انا جاي اهرج. فمرتضى منصور على ما يبدو انه رايح اللجنه الاولمبيه عشان يهرج يعني،
كلام ما فيش اي منطقيه، ولا في ترابط، ولا في اي اتهامات محدده، ولا في اي ادله ولا اثباتات. يعني بالنسبه لبطوله افريقيا ودور المجموعات، في فرقه الجزائريه، اتحاد العاصمه الجزائري، طلع بيان فريق اللاعبين اعلنوا الاضراب وقاموا بتعليق جميع انشطه الفريق حتى يتم تسويه وضعيه النادي من الناحيه الماليه. اتحاد العاصمه في المجموعه الثالثه بدوري ابطال افريقيا مع صن داونز والوداد وبترو اتلتيكو. هل ممكن نشوف نادي الزمالك يطلع بيان يقول لك اللاعبين اضربوا وقاموا بتعليق جميع انشطه الفريق حتى يتم تسويه وضعيه النادي من الناحيه الماليه؟ وهو ده اللي ماشي دلوقتي، الزمالك مديون لسه، ده مديوناته كتير. اما بالنسبه لفايلر ومباراه الاهلي والزمالك، فمحمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي قال للاسف النادي الاهلي زي ما انتم عارفين عنده مباراه بكره مع نادي الاعلاميين. فمحمد العدل قال لك للاسف بنسبه كبيره لن يتم بث مباراه الاهلي الوديه غدا على قناه النادي الاهلي بناء على تعليمات رينيه فايلر. فالخير ده زي ما حدث بالظبط في مباراه كان سبورت، مباراه الذهاب اللي كانت في غينيا الاستوائيه قبل مباراة كأس السوبر. يعني الفايلر كانت المباراة متسجلة بكاميرا واحدة، وطلع محمد العدل قال لك هتذيع المباراة لكن أجلوا إذاعة المباراة لما بعد السوبر بسبب طلب رينيه فايلر، لأن ميتشو ما كانش يعرف أي حاجة عن فايلر ولا خطة فايلر ولا طرق لعب فايلر. فاتفاجئ زي ما الجميع اتفاجئ بمباراة كأس السوبر ما بين النادي الأهلي والزمالك واللي فاز فيها النادي الأهلي وتألق تألق شديد، وفاز الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدفين، ثلاث اهداف ملعوبه للنادي الاهلي مقابل هدفين من ضربتين جزاء لنادي الزمالك. وفي نفس الوقت اصابه الاثنين ديفندر او الاثنين سرد باكات في النادي الاهلي، اثنين سرد باكات كان محمود متولي وياسر ابراهيم، ونزل لعب مكانه حسني فتحي من خط الوسط لعب في خط الظهر، ونزل هاني محمد هاني لعب في خط الظهر. يعني ده اللي اثر على توازن النادي الاهلي. فمحمد العدل بيعتبر ان ده فال خير، وان فايلر ممكن خلال مباراته من بكره مع نادي الاعلاميين يجرب جمل تكتيكيه، جمل فنيه، يجرب طريقه لعب جديده، يجرب تكتيك جديد. فمش عايز المنافس الخصم يكون موجود او يشوف هو بيعمل ايه خلال سير المباراه. ممكن تكون مباراه هالي هيفاجئ فايلر ميتشو، هيفاجئ الجميع في مباراه القمه القادمه يوم 19 اكتوبر في الجوله الرابعه من دوري العام المصري. في نفس الوقت برضه الزمالك بعد تقريبا 280 يوم مصطفى فتحي رجع للعب النهارده. الزمالك كان بيلعب مباراه وديه مع نادي المنيا، تقريبا الزمالك فاز 4-1 تقريبا او 4-2، وتالق على حسب المواقع الرياضيه الزمالكيه محمد مصطفى فتحي، وعمل اسيست في لهدف من اهداف نادي الزمالك. وبرضه بتكلم انا عن الموضوع ده لان مصطفى فتحي ورقه من اوراق ميتشو الفايلر ما يعرفش عنها حاجه. هل خلال الفتره دي بناء على الكلام اللي انه ممكن، وانا اعتقد ان مصطفى فتحي هيشارك بنسبه كبيره في مباراه الاهلي والزمالك القادمه، لانه زي ما قلت لحضراتكم ورقه غايبه عن فايلر ما اتشافتش في الدوري ولا في اي حاجه تخص مباراه الزمالك خلال الفتره المقبله. فعاوز ميتشو يعمل بمصطفى فتحي مفاجاه مع النادي الاهلي. لكن هل سيد عبد الحفيظ هيجهز لفايلر؟ أكيد هيجهز الفايلر فيديوهات خاصة بمصطفى فتحي علشان يقدر يفكر فايلر إزاي هيتم إيقاف مصطفى فتحي. إن شاء الله النادي الأهلي يقدم أداء يعني يسعدنا جميعا. ده بخصوص مصطفى فتحي ومباراة النادي الأهلي والزمالك وعدم إذاعة مباراة النادي الأهلي. برضه النهاردة كان في مران النادي الأهلي اتصاب فيه جيرالدو وصالح جمعة، كان في تمرينة اتعملت بعد التدريبات تقسموا فريقين، فتم اصابه جيرالدو اصابه ان شاء الله خفيفه هو صالح جمعه بسبب تدخل محمد محمود على جيرالدو، ونفس الوقت تدخل وليد سليمان على صالح جمعه. نتمنى شفاء العاجل لمصابي النادي الاهلي يكونوا كلهم جاهزين وعلى درجه كبيره من اللياقه البدنيه العاليه خلال الفتره المقبله استعدادا لمباراه نادي الزمالك. برضه في نفس الوقت زي ما بقول لحضراتكم الاتحاد المصري لكرة القدم فلوس الناس المديونية ضد نادي الزمالك بتهدد نادي الزمالك بعدم الحصول على رخص للأندية، وبالتالي معاقبة الزمالك ممكن بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا. ممكن ما يكونش الاستبعاد خلال الفترة دي، لكن ده تمهيدا لقيام الكاف باستبعاد أي فرق ليها أو عليها مديونيات لاعبين سابقين ممكن يتم استبعادها من النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا. كلنا عارفين النهارده
في اكتر من لاعب لنادي الزمالك ليهم مستحقات من فتره طويله، زي ما قلت قبل كده واحد زي محمود فتح الله له 5 سنين فلوس تقريبا 4 مليون و250 الف من اكتر من 5 سنين مستحقات لدى نادي الزمالك، والراجل اشتكى طوب الارض زي ما بيقول. وفي احمد حسن مكي برضه نادي الزمالك مديون للاعب، وسعيد قطه نادي الزمالك مديون للاعب. فكل ده هل هيتم عقوبه اخرى مجددا؟ لان اتحاد الكاف بيطالب اتحاد مصر وقع عليه عقوبه زي ما انتم عارفين 5000 جنيه بسبب انه ما اختارهمش بالمديونيه على نادي الزمالك والمصري. فالكاف ممكن يوقع عقوبه اقصى او قصوى او اكثر تشددا من القيمه الماليه او الغرامه على الاتحاد المصري، اذ لم يتم اختار الكاف من قبل الاتحاد المصري بالمديونات اللي على الفرق دي مره اخرى. ده بخصوص مديونيه نادي الزمالك. اما بخصوص محمد بركات، محمد بركات نجم منتخب مصر هيسافر، او حسام البدري كلف بركات للسفر الى جزر القمر بصفته مدير منتخب الوطني الاول علشان يستكشف الملاعب والفنادق زي ما بيحصل في اي مباريات خارجيه للانديه المصريه وللمنتخبات. مدير الكره بيسافر قبل بعثه الفريق وبيظبط كل حاجه ويشوف كل حاجه وبيجي ويدي تقرير علشان هيشوفوا هيعسكروا فين، فين فندق الاقامه هيكون فين، ملعب التدريبات هيكون فين، لان في مباريات مهمه لمنتخب مصر. منتخب مصر عنده مباريات يوم 14 مع كينيا وممكن يتم اقامتها في مصر، علشان كده محمد بركات هيروح جزر القمر المباراه الثانيه اللي ممكن هتكون في نفس الشهر يوم 18 من شهر نوفمبر في الجوله الاولى والثانيه من تصفيات المؤهله لامم افريقيا بالكاميرون 2021. ده بالنسبه لمحمد بركات وحسام عاشور. برضه خبر غريب حسسني قد ايه احنا عايشين في عصر مرتضى منصور، خبر كان منشور على سوبر كوره او موقع سوبر كوره يتبع اليوم السابع، يعني بيقول لك مزز في حياه محمد صلاح، منتهى السخف يعني. مزز اللي كان عيب الواحد يقول قبل كده مزز عيب، مش الكلام الفارغ ده، كان واحد بيستحي ينكسف بقى امور عاديه. ما احنا بقينا في عصر مرتضى منصور جايبين تقرير بصور بتاع مع بنات، محمد صلاح بيتصور مع بنات والكلام ده كله. طب قول فتيات، قول عبتاع ومش عارف الكلام ده، هم كتبوا داخل الخبر كاتبين فتيات، لكن عنوان الخبر مزز في ايه بقى. انا استغربت للخبر يعني، استفزني زي ما بقول لحضراتكم. ما هو لما الناس والمواقع تشوف مرتضى منصور بيطلع وبيشتم بألفاظ ابشع من كده تبقى مزز بالنسبه للشتائم بتاع مرتضى منصور، كانك بتقول صباح الخير يعني. ده بخصوص بعض الموضوعات الخاصه بمنتخب مصر الاول ومنتخب جنوب افريقيا ومنتخب مصر الاولمبي واخبار النادي الاهلي واصابات النادي الاهلي وعدم اذاعه مباراه النادي الاهلي على قناه الاهلي غدا، المباراه الوديه ما بين النادي الاهلي والنادي الاعلامي. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو شفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.